نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، رواد ملتقى الدارين ومتابعي نحو التميز للمعلم، أرحب بكم أحبائي مجددا مع حلقة جديدة ومع لقاء جديد ضمن لقاءات برنامجنا نحو التميز للمعلم، حلقة 94. إن شاء الله نقترب من 100 بإذن الله تعالى، ونحتفل سويا عما قريب بالحلقة 100. أحبائي الكرام، الأسبوع الماضي في الحلقة الأخيرة كنا قد تجولنا مع التربية المتحفية والمتاحف كمدخل للتدريس، ليس لتدريس التاريخ فقط وإنما لتدريس العلوم وتدريس اللغة وتدريس ما أردته في إطار الهدف الذي تريد أن تحققه. اليوم أيها الأحبة الكرام نتجول سويا مع كتاب أعتبره أيضا من أهم الكتب التي تهتم بطرح رؤى واضحة حديثة عصرية تربوية في إطار التدريس الإبداعي والتدريب الإبداعي. نستعرض سويا خلال مجموعة من الحلقات القادمة نبدأها اليوم أيضا ضمن سلسلة نحو التميز للمعلم، ولنعرض لجزء أو لفصل من كتاب التدريب والتدريس الإبداعي للمبدع الدكتور طارق سويداد. هو وفريق العمل الذي قام على إعداد هذا الكتاب الهام، الذي أحسب أنه هام جدا لمن يقرأه، كل من يعمل في شأن التدريبي وفي شأن التدريس في الحياة العامة وفي داخل الصفوف. من المهم للغاية أن يمتلك تلك المهارة أحبائي الكرام. إلى أي مدى يمكن للتدريس الإبداعي أن يكون مدخلا من مداخل التعلم النشط؟ إلى أي مدى يمكن للتدريب أن يحمل صفة الإبداع؟ وقبل أن نذهب إلى تلك الجولة الهامة، لا بد وأن نقول وبصراحة أن من يرصد هذا الواقع الذي نعيشه نجد أننا لا اهتممنا بما يقدمه الغرب في إطار الجديد في طرق التدريس والوسائط التعليمية وتوظيفها داخل الصفوف، ولا اهتممنا بما لدينا من إطار أقول قيمي وأخلاقي ورصيد في التراث للأسف الشديد تنازل عنه البعض، تنازل عنه على حساب ما يعرضه الآخر دون وعي بما يقدم، وتنازل عنه أيضا دون وعي بما نريد أن نحققه. ولهذا قد يرجع ذلك أحبائي، ويرجع غلبة التلقين والإلقاء القائم في مؤسساتنا التعليمية إلى طبيعة ما يقدم من مناهج، إلى ضعف الوازع الديني والوطني والقومي بكل المعاني التي يسميها البعض لدى المعلم، إلى فقر المعلم في الإطار المعرفي، إلى وجود كثير من المعلمين أحبائي غير الأكفاء وغير المجهزين للدخول إلى حقل التعليم، إلى غياب الدافعية لدى المعلمين وإنه ما عندوش رغبة إنه يبقى أصلا مدرس محب لهذا العلم، إن إحنا لا نلبس ولا نلمس السلبيات الموجودة في واقعنا بصورة حقيقية، لا نرتدي ثياب الوطن
على مستوى ما يعيشه من آلام في ريفه وفي مدينه ومدنه وفي أحيائه الشعبية. وللأسف الشديد قد نحاكي الغرب أو نحاكي الآخر فيما يقدم من مدارس دولية وغيرها، ونظن أن هذا هو التعليم. هذه كلها أمور أحبائي الكرام من الأهمية بمكان. أن نتعامل معها بوعي وبفهم. ولهذا أود بعد أن أرحب بالأستاذ محمد والأستاذة سلمى والأستاذة هدى والشيماء، أستاذة شيماء والأستاذ مهدي وكل من سينضم إلينا أحبائي الكرام، لازم ابتداء أحبائي نعي أن المشكلة قد تكون فينا نحن، وأن تعود الطلبة على التلقين وقتل ملكة الإبداع وغياب الهدف وكراهية المتعلمين للعلم والدراسة وتسرب الناس وبلادة الأذهان وقصور العقول وضعف الشخصية والركود والتخلف العلمي والتربوي على مستوى الأمة، وما يقال بالسآمة والملل عند كثير من الطلاب اليوم يدفعنا إلى أننا تنازلنا عما لدينا من إطار أخلاقي وإطار قيمي وإطار تربوي. ولهذا أحباء الكرام، إذا عدنا إلى التاريخ وعدنا إلى فترة الرسالة المحمدية وبعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لنرى أن كل كلمة نتحدث عنها عن ما هو جديد في علم التدريب أو في علم التربية أو في التدريس الإبداعي، إنما كانت نموذجا تمثله النبي صلى الله عليه وسلم وتمثله الصحابة ونجحوا في تحقيقه. استخدموا الوسائط أو الوسائل التعليمية المتاحة لإحداث عمليات التعلم المطلوبة بصورة واضحة في ضوء الإمكانات المتاحة، صح ولا لا؟ استخدموا الكثير من ما يسمى بأساليب التربية المرتبطة بحسن الخلق والسيرة الحسنة في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أسوة لأمتي في أخلاقي وأفعالي وأحوالي. هذه كلها تقدمة من الأهمية بمكان أحبائي الكرام. كان نموذجا يقدم الأفعال والاقتداء والتأسي بالقول والبيان، وهذا أيضا مدخل مهم جدا للتجريب والاهتمام بالجانب العملي على حساب ما هو نظري. فاكرين كلنا موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تم الصلح بينه وبين كفار قريش في الحديبية، أمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم وينحروا هديهم، قال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا، فتوانوا في ذلك، لم يستحسنوا الصلح، رأوا القتال أفضل. فدخل صلى الله عليه وسلم على زوجته أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأخبرها بتخلف الناس عن أمره، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وأشارت عليه أن يحلق رأسه وينحر هديه فإنهم لا محالة يقتدون به، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا فعله، هنا بقى النموذج، القدوة، الإقدام، المدرس يشتغل، اللي جوه قاعة التدريب يشتغل، أنت تبقى نموذج. قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا غما، لأنهم استصعبوا التحلل من النسك قبل استيفاء المناسك.
هذا البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، ده الشاهد أحبائي في هذا الأمر. الشاهد هو كده، الشاهد إنه البيان العملي، والبيان العملي ده نموذج مهم جدا استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة قوي. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان لديهم رؤية، وكان يستخدم مدخل مراعاة الفروق الفردية، مراعاة الفروق الفردية في المتعلمين، كان يراعي الفروق الفردية جدا عندما يخاطب أحد أو يسأل أحد على قدر فهمه بما يلائم منزلته، كان يحافظ على قلوب المبتدئين ويستخدم معهم مدخل مهم للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا راعى الفروق الفردية كما هو وارد، وكلنا عارفين هذا الكلام في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل هذه الأفعال وهو صائم، فيرد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمقولته موفيا الإجابة ومراعيا الفروق الفردية في الخطاب وطريقة الكلام وطريقة الحث عندما يخاطب شاب كيف يكون خطابه. وأيضا عندما قال: أوصني، في حديث أبي ذر قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شوف الخطاب هنا: أوصني، قل لي أعمل إيه، وصيني. فده مدخل في غاية الأهمية. أيضا عندما سئل عن النجاة فقال صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كل واحد بيخاطبه بآلية وبطريقة تتفق مع نفسيته وتتفق مع سنه وتتفق مع وضعه وتتفق مع مستوى إيمانه ومستوى عزيمته. الرسول صلى الله عليه وسلم أحبائي كان يستخدم الحوار والمساءلة والنقاش مع الصحابة: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من كذا؟ لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل به، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أتدرون من المفلس أو من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: أتدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النماذج دي نماذج تعلمنا وإحنا في نحو التميز، وإحنا في هذا الطرح الجميل، إن إحنا نعرف إن لدينا في تراثنا ولدينا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نتعلم كيف نعلم، كيف نطرح أسئلة توجه إلى الجميع، كيف نتجنب الإجابات الجماعية، كيف نطرح أسئلة منتجة فكريا، كيف نطرح أسئلة قصيرة، كيف نعطي وقت كافي للإجابة، كيف تقبل إجابات المتعلمين، كيف تستمع إلى ما يقوله المتعلم، كيف تصغي له، ها؟ كيف لا توحي بإجابات. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم مدخل التشبيه وضرب الأمثال في نماذج كثيرة جدا وفي مواقف كثيرة جدا. كل حضراتكم لو سألتكم أكيد يعني أكيد حافظين منها، وأكيد عارفين في يعني أحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، ها، والمدهن فيها: مثل قوم استهموا، أي اقترعوا، استهموا أي اقترعوا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل يمقر أسفل السفينة، فآتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا جميعا، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا جميع أنفسهم. حديث السفينة ده على فكرة استخدمه أساتذة العلوم السياسية في الحديث عن شأن الأمة. حديث السفينة ده بيوريك لما في ناس
تتجرأ على الأمة وتتجرأ على الوطن وتتجرأ على يعني المنظومة العامة، فتبدأ تعبث وتستبيح على حساب المجموع العام وعلى حساب السلم العام. هذه مشكلة كبيرة جدا. حديث السفينة يوري لك شكل الأمة التي فقدت اللحمة وفقدت التواصل وفقدت أن تكون يدا واحدة في مواجهة أعدائها. ففي كلام كتير جدا بيستفيدوا منه في هذا المشهد أحبائي. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بالرسم على الأرض والتراب. فاكرين الكلام ده؟ أنا قلته في حلقات كتيرة جدا. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط بيدي في الأرض خطا هكذا أمام، عمل خط كده بالعصاية، قال هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطين عن يمينه وخطين عن شمال، وقال هذه سبيل الشيطان، ثم يده في الخط الأوسط ثم تلا الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شفت بقى إزاي؟ فتوظيف الأرض إيه ده؟ ده تراب، مش كده يا سلمى يا محمد؟ تراب. هو لو لقى وسائل أخرى هيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لو في نت هيستخدموه، بس هيستخدم استخدام إيجابي، مش كده؟ هيتم استخدامه استخدام إيجابي. وبعدين ايضا لما وجد ال نسيمه بتقول اهو، ربنا يبارك فيها، هلموا الى الدنيا عندما وجد في طريقه الجيف، ومثل ده وشبه ده، مش كده يا عائشه؟ ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم. اذا انا عايز اقول لحضراتكم لحد الملف ما يبقى جاهز بين ايدينا واحنا بنتجول هذه الجوله الايمانيه التربويه الجميله، والله العظيم المفروض ده اللي يدرس للطلبة يا جماعة في كليات التربية، ده اللي يدرس للناس، ده اللي المفروض يدرس. فالكلام هنا كلام جميل جدا جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه، عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، يعني البحر ده ميته طاهرة، والميتة بتاعته حلال، حكم التوضؤ بالماء. فالكلام ده كلام مهم جدا. ايوه، السمكه دي بيستحل اكلها، مش كده؟ طهاره ماء البحر، وان مات فيه ما مات. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. فده نموذج، ونموذج وصف الدنيا، ونموذج وصف اوصاف كثيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مدخل او في نموذج مهم جدا للاسف مش موجود في المدارس خالص، ولا في الجامعه، ولا في قاعات التدريس. كان يمتحن اصحابه بشيء من العلم ليقابله بالثناء عليه اذا اصاب. دلوقتي فاكرين وفي الحلقه بتاعه التلميذ المهان يا نسيمه، وانا بتكلم طلبه بيقول لك ببقى عايز اقوم اقول الاجابه، المدرس يقول له اقعد اتنيل، اقعد ما فيش، ما تطلعش. ليه؟ لانه ما بياخدش عنده درس. ما بياخدش عنده درس. اما النبي صلى الله عليه وسلم فيعزز ما لدى الصحابه. يا ابا المنذر اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال يا ابا المنذر اتدري اي ايه في كتاب الله معك اعظم؟ قال الله قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال يعني مهنئا له، أي لتهنأ بعلمك يا أبا المنذر.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ مدخل بيفرحه، بيعزز عنده، بيعمل عنده روح الإثابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدخل آخر، ونحن بنتكلم بقى على أساليب الإبداع يا عائشة، داخل قاعة التدريب والتدريس الإبداعي في تجولنا مع كتاب الدكتور طارق سويدان الذي سنطرح جزء منه بين إيديكم، وقلنا لحد الملف ما يبقى بين إيدينا بنستعرض أننا يا محمد تنازلنا عما لدينا من إطار قيمي وإطار تراثي، ولم ننتبه إلى ما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما في منهجه من أمور تربوية عشان نعلمها للناس، عشان نعلمها للطلبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثير انتباه السامع بتكرار النداء مع تأخير الجواب. مش كده؟ كان يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخر الرحل يعني، فقال: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم صار ساعة فقلت يا قال يا معاذ بن جبل قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ شفت كم مرة بينده من باب التنويه والتنبيه وإثارة الاهتمام، زي ما انا كده احيانا اقعد انده على حضراتكم في الغرفه، ما الاقي حد ما بيشاركش معايا فانده له. قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعه ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. فهنا هو بينده على فرد معاذ، فالمدرس ما ينده على فرد أو على واحد أثناء الشرح يمكن أن يوظف ده عشان يشد انتباه المخاطب، مش كده؟ أنده على الشيماء، أنده على محمد، أنده على عائشة، أنده على هدى. أضف إلى ذلك إشعار الطالب أو المشارك أو المخاطب باهتمام المخاطب لأمره، مش كده ولا إيه؟ طيب، إذا المتعلم تجاوز حدوده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضب إذا تجاوز أو جاوز المتعلم ببحثه وسؤاله إلى ما لا ينبغي السؤال عنه، مش كده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنازع في القبر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما يعني فقئ في وجنتيه الرمان، كأنك جبت حبات الرمان كده وعملتها على وجهه من حمار الوجه. فقال: أبي هذا أمرتكم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حتى تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تتنازعوا فيه. طبعا لا تتنازعوا فتفشلوا، الانفعال سمة إنسانية لدى الناس، ولكن الانفعال في الحق مهم. ما تلاقي حد بيظلم، حد بينتهك عرضه، حد بيقتل، حد بيقتل دون أي جريرة، حد بيسب الدين ولا تنفعل، ده مصيبة، كارثة، يبقى ماتت القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بتعلم اللغات الأخرى. سيدنا زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، يتعلم كلمات عشان يعرف استخدام اللغات الأجنبية في مجال التعليم والدعوة والتبليغ، أمر مهم نفتقده. مداخل كثيرة جدا تم استخدامها وتوظيفها أحباء الكرام
في هذا النموذج الذي نحن بصدده اليوم. هذا النموذج الذي نعرض له اليوم أيها الأحبة الكرام، زي نسيمة ما بتعلق، و المهدي بيقول كان صلى الله عليه وسلم حسب ما أعلم يعلم وهو يبتسم. طبعا الابتسامة جميلة، ولكن أيضا كان يغضب لله. هذه مسألة مهمة، صح يا إلهام؟ تعالوا مع بعض نروح لهذا الكتاب الجميل الرائع المهم، تدريب والتدريس الإبداع، سماه الدكتور طارق سويدان 200 طريقة ونصيحة وتمرين للإبداع في التدريب والتدريس. نروح كده ناخد يعني ملامح مما ورد في هذا الأمر، وننده لمحمد والمهدي والشيماء وهدى ونسيمة وإلهام وسلمى وحسان وكل من ينضم إلينا أحباء الكرام، لنرى هذه النماذج المهمة اللي موجودة بين إيدينا ومع حضراتكم. طبعا ده الفهرس يعني نتخطاه ونذهب مباشرة إلى الفصل الأول أو الباب الأول. لو أنا في قاعة تدريب، سواء القاعة دي بقى افتراضية أو قاعة يعني حضراتكم بعضكم اشتغل في مجال التدريب، بعضكم بيدرس، بعض حضراتكم مهتم بهذا الأمر، ما الذي يجب أن يفعله؟ سؤال مهم جدا للغاية. هو بيقول إيه في مقدمة الكتاب أحباء الكرام؟ نريد ضمن الأهداف التي يخاطبها هذا الكتاب تعريف المشاركين اللي هو حضراتكم وكل من يقرأ الكتاب بالمبادئ الأساسية لعملية التدريب والتدريس وكيف نتعامل مع الكبار. نريد أن نزود المشاركين بالمعلومات عن أنواع التدريب والتدريس وكيف يمكن ممارستها. نريد أن نكسب المشاركين مهارات تحديد الاحتياجات التدريبية والتدريسية. خلاص؟ نريد أن نعرف المشاركين بأنماط المتدربين والمتعلمين وكيفية التعامل معهم. طبعا خدوا بالكم الكلام اللي أنا بقوله ده إحنا قلناه في حلقات كتيرة جدا يا أستاذ مهدي، يا ربنا يبارك فيك، كويس إن معانا مدرب. عندنا حلقات كتيرة، حلقات التعامل مع أنماط المتدربين، حوالي 4 حلقات تقريبا في اعرف نفسك، وممكن سلمى تجيب لنا رابط الحلقات وتضعها بين إيدين حضراتكم. الاحتياجات التدريبية أظن أنني تحدثت عنها في أكثر من مشهد من قبل، ولكن لم نتحدث عنها بشكل مرتبط بالمنظومة اللي موجود عليها الكتاب الآن. كيف يمكن استعمال أفضل الوسائل للعرض والتقويم؟ كيف يمكن تقييم التدريب؟ ولهذا أحباء الكرام، الحديث عن التعليم والتدريب، التعليم والتدريب مسألة مهمة جدا للغاية. التعليم والتدريب مهام مهم عظيمة جدا. هنا يسأل سائل، طب إذا كنت بنقل معلومات ومعرفة، ها؟ وإذا كنت بدرب على مهارات وبسق القدرات، وإذا كنت بعدل أفكار وبغير سلوكيات، يبقى أنا هنا بأمارس عملية تعليم وتدريب، لأن دي مهمة أساسية. إنما لو أنا بنقل معلومات بس للمعرفة، ها؟ يا محمد يا مهدي، لو بنقل بس معلومات ومعرفة ممكن يقال على أن هذا عملية تعليم فقط. التدريب خصوصيته أحباء الكرام أن تذهب إلى صقل المهارة وصقل القدرة وأيضا تغيير الاتجاهات. ولهذا لو أن ما يتم داخل الصف الافتراضي أو الصف الحقيقي يا نسيمة يلمس الجانب المعرفي والجانب المهاري والجانب الوجداني، فأنت كده كأنك تمارس عملية تدريب للمشاركين، ودي أعلى مستوى، حاجة كبيرة، حاجة أفضل. ولهذا استخدام الحواس يا مهدي
استخدام النظر واستخدام السمع واستخدام المشاعر في داخل البيئة الصفية يخلي المعلم أكثر نجاح. وقوفه عند واحدة بس من دول إذا كان الهدف الأساسي من عملية التعلم إن أنا أعرف بس، لا مانع. إذا كان الهدف إن أنا أمارس وأتعلم، لا مانع. إذا كان الهدف إن أنا أنفعل أو أغير اتجاهاتي، برضو لا مانع. أما إذا كان الهدف الثلاثة مع بعض، إن أنا أعرف وإن أنا أؤدي وإن أنا أنفعل سلبا أو إيجابا، ولم يتحقق إلا المعرفة فقط، فده قصور كبير جدا يا نسيمة ويا هدى ويا سلمى ويا شيماء ويا محمد، صح ولا لا؟ هيبقى الخلل عندي أنا، لأن الأهداف بتقول لي لازم تكسبهم معارف، لازم تنمي عندهم مهارات، لازم تكسبهم اتجاه وجداني معين. شكرا يا سلمى على الرابط، أشكرك. ده الرابط أظن في سلسلة اعرف نفسك. هنا المؤلف وفريق العمل بيتناولوا في الفصل الأول كفاءة المدرب أو المعلم. الفصل الثاني كيف نكسر الحواجز في بيئة التدريب أو في جوه الفصل. الفصل الثالث كيف نتعارف. الفصل الرابع الأهداف وأهميتها. الفصل الخامس الإرشادات. كل هذا في الباب الأول اللي هو معنون بإيه يا هدى؟ بالافتتاح. في الافتتاح تظهر كفاءة المدرب أو المعلم، يكسر الحواجز اللي هي بيسموها إذابة الجليد، إزاي الناس تبقى فريش كده والناس متعاونة وفي حالة إقبال، واللي نايم يفوق واللي فايق يزداد فوقان أكتر، ها؟ وبعدين يتعرف. فالتعارف أمر مهم جدا بيغيب عن كثير من المعلمين للأسف الشديد، وأمر مهم إنك تتعرف على الجمهور اللي بين إيديك، أمر مهم إن أنا أنده عليكم، أنده على رقم 2 وأنده على حسان وأنده على سلمى وأنده على نسيمة وهدى وشيماء ومهدي ومحمد، أنده عليهم عشان نشعر كأننا أسرة واحدة، نشعر كأننا في مجتمع واحد يخاطب بعضنا البعض بنوع من الحب ونوع من الاحترام ونوع من التقدير. وإلا تحولت البيئة الصفية إلى بيئة قهر وفوضى. تعالوا مع بعض يعني ناخد اللي احنا عايزين نتأمل فيه النهاردة، وبعد كده يعني ننتقل إلى ما نريده سويا. كفاءة المدرب والمعلم في الوحدة الأولى أو في الفصل الأول يستشهد ببعض المقولات، إنه والله أما نيجي نقوم برنامج لازم المدرب يعمل تقييم لمستوى أدائه. يعني ايه ده؟ كلام جميل جدا. يعني انا كمدرب لازم اقيم مستوى ادائي. طب مين اللي هيقيم لي مستوى ادائي؟ ها، انا والمتدربين والناس اللي معايا. وبالتالي للحفاظ على مستوى نضج عالي لابد من ان اقيم مستواي كمعلم او كمدرب في مراحل نضجي. مش كل واحد يا مهدي بيبدأ يبقى محترف، ولا كل واحد يا هدى بيتقال عليه مدرس خبير او مدرس متميز. التميز احبائي الكرام يأتي بعد خبرة طويلة جدا. ولهذا العلماء والذين كتبوا في الحديث عن النضج للمدرب قسموه، قالوا ايه يا محمد بوديس؟ قالوا المدرب الصغير زي المدرس كده المبتدئ، وبعدين المدرب المراهق. ليس يعني المراهق ان هو يعني واحد فاقد الاهليه او متهور، لا، يعني لسه بادئ، يعني في مرحله بيسموها مراهقه، يحتاج الى توجيه، يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى حنان، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مراقبة. فالألفاظ هنا لها معنى. فما أقول صغير لا يعني ذلك بدونية، وإنما هو الجديد على المهنة. بتلاقيه متوتر، غير واثق من نفسه، قلقان دايما، خايف. ننصحه بأنه يلتزم بمواد الدورة ومع الكتب، كتب التدريب
وسائل الإيضاح، وألا يحاول الاجتهاد لأن ذلك سيزيد ارتباك، يعني يلتزم بما هو موجود بين إيديه عشان يتعلم، عشان يتعلم. ده اللي هو المدرب الصغير. مدرب المراهق كما يسمونه، احنا قلنا صغير، مراهق، ناضج، خبير. واخدين بالكم؟ لو كتبنا الثلاثة دول أو الأربعة اللي بين إيدينا، صغير، مراهق، ناضج، خبير، إيه الفاصل ما بين دول؟ ده مثلا خبرته ممكن في السنة الأولى أو السنة الثانية، يعني في أول ما يبدأ. المراهق خبرة التدريب عنده من سنة لثلاث سنين، يعني ثلاث سنين في التدريب، بيبقى متحمس. ربنا يبارك فيك يا رب. يبقى متحمس للتدريب، بيقوم هذا المدرب بتهيئة مكان التدريب بشكل مبالغ فيه، وبيحب يبرز، هو يبان كبؤرة للتركيز، موضع الاهتمام، لأنه متحمس. شاب بقى، ما هو يعني بنسميه، لا أقول يعني الشباب هنا شباب المهنة، المهنة قد يتجاوز الوقت المحدد للدور، ها، وممكن يملأ الشرايح بتاعته بالصور والكلام الكتير، وبيفترض إن كل الناس بيتميزوا بنفس القدر من الحماس، لأنهم معجبين بي وبآرائه. ده صاحبنا، ده اللي هو المدرب المراهق أو المدرس المراهق، حماسه زايد قوي، الفوكس عليه، هو ممكن يزود الوقت، ممكن يبقى معاه شحنة معرفية كبيرة جدا عايز يديها لكل الناس. طيب امتى بقى يبقى ناضج؟ ايوه، هدى بتقول اهو، معلم مساعد، معلم، معلم اول، معلم خبير، ممكن. ايوه، ده كلام جميل، كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. المدرب الناضج، المدرب الناضج او المدرس الناضج يا نسيمة، بيبقى زي ما قلنا 4 لـ9 سنين خبرة، يعني ممكن يبقى من 4 لـ6، من 4 لـ7، من 4 لـ9. الفترة دي بتبقى كافية لكل مادة من برامجه التدريبية. صاحبنا ده بيستعد قوي وبيصمم البرنامج بشكل واقعي مش مثالي. هنا يا محمد يا مهدي، هنا الشكل بيبقى واقعي وليس مثالي. مثالي يعني يتجاوز الوقت، يتجاوز الحدود، كم المعرفة بتبقى فيه كبير، كم المهارات فيه أكتر من الزمن. أما هنا لأنه نضج، فالبرنامج بتاعه بيبقى بشكل واقعي، وتوزيع الزمن بيبقى مناسب يا هدى. ده كلام جميل جدا. ويتميز هذا المدرب بالهدوء والكفاءة يا رقم 2. الله يبارك فيك ويكرمك. انت بتسألنا عن كورسات، شبكات، احنا الآن في كورس نحو التميز للمعلم. كورسات الشبكات أظن ترجع إلى خريطة الإعلان الخاصة بالأكاديمية وملتقى الدارين وبرامج الكمبيوتر، هتبقى موجودة. إنما احنا بيسعدنا وجودك معانا من باب الاستفادة. إذا كنت تشتغل كمدرب يا سيدي في الشبكات، استفيد من الكلام اللي احنا بنقوله، لأن احنا بنتكلم النهارده عن الجانب التدريبي وكيف تكون مدرب متميز، وما دلالة ألفاظ مدرب صغير ومدرب مراهق ومدرب ناضج ومدرب خبير. إن شاء الله تكون مدرب خبير في مجال الشبكات عما قريب، وأهلا وسهلا بك يا نمبر 2، ربنا يبارك فيك. مدرب الخبير، أحباء الكرام، ربنا يبارك فيك ويكرمك، أهلا وسهلا. المدرب الخبير بقى اللي هو احنا عايزين نشوف ده ايه وضعه، ده بقى خبير ليه ان شاء الله؟ ليه؟ لأنه اتعلم، لأن الزمن علمه، لأن مر عليه أكتر من 10 سنين. حلو، عرف ازاي يحقق الانسجام والتناغم بينه وبين المتدربين، يؤمن بأن الغرض من التدريب هو تعزيز المتدرب في الحياة الواقعية،
يتكيف بشكل كبير جدا مع البرنامج التدريبي هو ومن يشاركوه، ليكون قابل للحياة الوظيفية والشخصية لكل فرد منه. يطور برامجه باستمرار ويضيف إليها الإبداع تلو الإبداع، بيغير، مش معاه مادة نايم عليها وقاعد وخلاص، واللي بيقوله بيعيده، اللي بيقوله بيعيده، لا، بيطور من نفسه. ثقته بالمتدربين مهم، بينقلهم إلى الحياة الواقعية وليس إلى الحياة المثالية. شفت الخبير هنا يا هدى، إيه الفرق بينه وبين الناضج وبين المراهق؟ شفت المراهق معاه حاجات كتير أوي يا سلمى، عايز يوصلها للناس في وقت بالنسبة له مش ما يعرفش، مش قادر يوازن بين الوقت وبين ما يملك. المراهق أو المدرب المراهق أو المدرس المراهق عايز الفوكس يبقى عليه هو، والناس تشاور عليه أكتر ما يشاوروا على البرنامج. ها؟ وبالتالي العبرة هنا عنده بإيه، المواد اللي يقدر يديها لهم في وقت قليل ويدي مواد كتيرة جدا. لا، هنا بقى الخبير كل حاجة على قدها، كل حاجة على قدها. تكيف البرنامج التدريبي ليكون قابل للتطبيق يا محمد. أنا عايز نطلع من الصفحة دي يا هدى بإشارات واضحة لكي أحقق النضج كمعلم، لابد وان نمر بتلك المراحل، تختلف من واحد الى اخر. هدى حطت لنا معلم بتاع ده مبتدئ، معلم متميز، معلم خبير، معلم اللي يعني المستويات اللي بيمر بها المعلم او المدرب. فاحنا قلنا هنا، هل يمكن هنا يا 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 مهدي؟ طبعا ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا سلمى. يا سلمى استاذنك، حط لنا رابط نحو التميز للمعلم، رابط السلسله كلها، عشان المهدي عنده ارتباط ونسعد بيك دايما ان تكون معنا اخي الحبيب، مشاركا متفاعلا مضيفا لكل ما يقدم ان شاء الله. فنضع بين ايديك ال 93 حلقه تطلع عليهم، ثم تشارك معنا ان شاء الله. عندنا يوم الاثنين ويوم الاربعاء ويوم الخميس نحو التميز المعلم، ثم يوم الثلاثاء عندنا دروس وعبر تربويه من الحكم والامثال. شفت بقى ازاي؟ فاهلا وسهلا بك معنا في كل وقت، انت وكل من يعني يدخل الى غرفه نحو التميز المعلم. اذا لما اجي اميز بين مستوى النضج، ماشي زي الطفل الصغير وبعدين يروح المدرسة يتعلم الحساب، القراءة، المهارات الأساسية، وبعدين ينضج فيبدأ يقرأ كتب ويلخص، وبعدين مش بس بيلخص، ده بدأ هو يكتب وبدأ هو يضيف. شفت التدرج؟ يبقى إذن هنا واحد مع الكتاب بيحفظه، ملتزم بألف، واحد زائد واحد يساوي اتنين. التاني هنا معاه مواد، بيجيب مواد كتيرة 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 وعنده حماس وعنده كذا، بس ما بيوازنش في الوقت ولا بيضيف ولا يعمل، ويهمه نفسه أكتر ما يهمه المتدربين. الناضج ده بقى من 4 لـ9 سنين بقى عنده خبرة في التدريب وفي التدريس، بقى عنده فترة كافية بيعرف إزاي يوظف البرنامج، بيستعد، بيصمم البرنامج بشكل واقعي وبيتناسب مع الزمن، عنده هدوء وثقة وكفاءة، اللي هو الناضج. طب الخبير بقى زود على النضج ده انه ببرامجه تتناسب مع الحياة الواقعية، وبيعمل ايه في البرنامج يا نسيمة؟ بيعمل ايه؟ بيطوره، فبيبدع. فكل ما يجي يعرض في مرة يعمل ايه يا سلمى؟ المرة اللي جاية تلاقيه بيغير، تلاقيه بيضيف، تلاقيه بيعمل. يبقى اذا احبائي الكرام، من المعلم أو المدرب الصغير إلى المدرب الخبير، هذه معلومة مهمة أردنا أن نقف عليها مع من يعرفها ومع من يستقبلها لأول مرة يا سمح. ماشي يا سمح؟ أيوه هو ده الكلام.
سما بتقول هو ينفع ان المدرب يمر بالمراحل دي في مدة قصيرة؟ والله على قدر اهل الجهد ولا العزم تأتي العزائم يا سما. ممكن ممكن. ونسيمة قالت لك اهو المدرب الخبير هو الذي يضع بصمته الشخصية، بصمته الشخصية في مجال العلم الذي يقوم على تدريسه او تدريبه، بصمته الشخصية في مجال الوجدان عندما يخاطب الناس، بصمته الشخصية عندما يكون قدوة ونموذجا. وما اعظم النموذج، نموذج الأمة، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بدأت به الحلقة وننهي به الحلقة دائما وأبدا، لأنه هو اشتغل على هذه المراحل مع الصحابة، فنقلهم من معلم صغير إلى قادة الأمة وإلى خبراء في مجال تخصصاتهم كلها. أحبائي الكرام، واضحة المعلومات دي؟ واضحة يا جماعة ولا نقف عند حاجة؟ واضحة يا هدى؟ واضحة مش كده؟ طيب تعالى بقى نروح هنا. بيقول 16 سؤال لتطور المدرب والمعلم. بيسأل يا صلاح، يا نسيمة، يا سما، يا شيماء، يا هدى، يا محمد، هل تحس تقدم متواصل كمعلم أو كمدرب؟ من السهل أن تقع في حياتك الروتين، خاصة حين تقدم نفس الدورة لمدة طويلة. واحد عنده دورة عمال يديها هنا ويسافر هنا يديها ويسافر هنا يديها ويسافر هنا يديها نفس الدورة، أو حين تقضي الكثير من وقتك في وضع وتقديم البرامج الجديدة. في هذه الحالات قد يكون من الصعب أن تخصص وقتا كافيا للتطوير الشخصي. اسأل نفسك الأسئلة التالية، وضع درجة لنفسك على مقياس من 1 إلى 10، حلل إجاباتك ولاحظ درجتك في كل مجال من المجالات المختلفة، قرر ماذا تستطيع أن تفعل لتحسين مواطن ضعفك، وماذا يمكنك عمله للاستفادة من مواطن قوتك. إليك جدول تقييم تطورك كمدرب أو كمعلم. نركز أوي، الدرجة من 1 لـ10، حط لنفسك درجة. أيوة يا سامي، لدي العديد من الاهتمامات الخارجية والهوايات والميول. ادي لنفسك درجة. يلا أنا بقرأ لكم العبارة، أنا عارف الفونت ضعيف جدا عند البعض مش باين يعني. وبعدين أنا لابس النظارة وأنا بقرأ. أحاول باستمرار توسيع آفاقي الذهنية بمعلومات العامة. يعني اسمع من العبارة وادي لنفسك درجة كده. اللي معايا كل واحد يدي درجة. خلاص؟ احنا قلنا نمرة 1، لدي العديد من الاهتمامات الخارجية والهوايات والميول. 2، أحاول باستمرار توسيع آفاقي الذهنية بمعلومات العامة. 3، ايوه بيقول ايه هنا، ادرك الاتجاهات الحاليه للتدريب وكيف يمكن تطبيقها على الدورات التي اقدمها وعلى المشاركين الذين اقوم بتدريبهم. يعني انا مدرك للاتجاهات بتاع التدريب وازاي يمكن تطبق من خلال الدورات اللي انا بقدمها، وازاي يعني ينعكس ده على المشاركين معايا. كويس، ركزي يا سما، يا سما ركزي معانا، الله يسترك، خليكي في اللي احنا بنقوله. الإلقائي جيد وأسعى جاهدا إلى التطوير والتدريب والقراءة في الإلقاء والعرض. ادي لنفسك درجة من 1 لـ10. 5، أبحث دائما عن الأساليب الجديدة للتدريب يا هدى. حلو كده، اقرا حتى الكتب التي تحتوي المفاهيم الصعبه المتعلقه بالموضوع الذي اقدمه. بدور بجيب الكتب اللي فيها مفاهيم صعبه في موضوع انا بقدمه. 7، امارس ما اقوم بتدريبه او بتدريسه وانصح به المشاركين واطبقه في حياتي وعملي. مش كل الناس اللي بتدرب على حاجات بتطبقها في حياتها ولا عملها، لان هو واخدها كمهنة وخلاص. ها،
أدرس أو أدرب من واقع خبراتي الشخصية بقدر الإمكان، بالإضافة إلى العلم النظري. أبحث عن تمارين جديدة وأساليب مبدعة باستمرار. نمرة 9، أستطيع أن أضع قائمة ب10 نقاط تثير اهتمام طلابي. مين اللي بيعمل دي؟ حط قائمة كده فيها 10 نقاط تثير اهتمام الطلاب. شوف يا هدى، مطلع على مجريات الأحداث المحلية والعالمية، يعني مش عامل زي كذاب الزفة أو واحد نايم في الذرة مش عارف إيه اللي حصل حواليه، تقول له حصل كذا بقى يقول لك معرفش، ماليش دعوة. أقرأ وبانتظام وبكثرة. 50% من قراءاتي في مجال تخصصي، يعني اللي بيدرب في التربية بيقرأ في مجال التربية، اللي بيدرب في مجال العلوم بيساينس، اللي بيدرس في الطب بيقرأ في الطب. أقرأ بانتظام وبكثرة، و50% مما يقرأ في مجال التخصص. ادي لنفسك درجة. أدرك مواطن الضعف التي أحتاج فيها إلى المزيد من التطوير. أحترم طلابي فأحضر تحضيرا جيدا لكل محاضرة ولو كانت مكررة. صعبة طبعا ومهمة. أتقبل أفكار من طلابي وأطرح أفكاري في المقابل وأتحاور معهم ولا أفرض رأيي عليهم. أخيرا، أساهم في تعزيز قدرات طلابي وفي تطويرها، ويهمني استقلالهم ونجاحهم، أو استفادتهم ونجاحهم. هنا بقى بيسأل سؤال يا سلمى، تخيل لو إن طلابك أو زملائك هيقيموك في ضوء الأسئلة دي، إيه الدرجة التي تعتقد أنهم سيمنحونك إياها؟ درجتك الحقيقية ستكون بين تقييمك لذلك وتقييم الآخرين لك. الدرجة الحقيقية إنك تفترض لو الطلبة بتقيمك في دور 16 دول، هما اللي بيدوك الدرجة، وبعدين أنت أعطيت لنفسك درجة، درجتك الحقيقية ما بين الاتنين. شفت بقى إزاي؟ شفت اللعبة الجميلة دي؟ يعني واحد بيقول لك ايه، والله لدي العديد من الاهتمامات الخارجيه والهوايات والميول، احاول باستمرار توسيع افاقي الذهنيه بمعلومات العامه، ادرك الاتجاهات الحديثه للتدريب وبحاول اطبقها، القائي جيد وبسعى الى التطوير والتدريب، ابحث دايما عن الاساليب الجديده للتدريب، اقرا حتى الكتب التي تحتوي على المفاهيم الصعبه، امارس ما اقوم بتدريسه وانصح به المشاركين واطبقه في حياتي وعملي. حلو. أدرس من واقع خبراتي الشخصية بقدر الإمكان، بالإضافة إلى العلم النظري. أبحث عن تمارين جديدة وأساليب مبدعة باستمرار. طب ما هو أنتم معايا أهو، وأنتم ما بتتعلموا الكلام ده، ما ده جزء يا جماعة من الممارسات وجزء من الدراسة وجزء من، إحنا بنقرأ في كتاب مهم في السوق من كذا سنة، مش كل الناس قرأت الكتاب ده، مش كل الناس اشترت الكتاب ده. الكتاب ده ممكن يبقى غالي على ناس لأنه سعره أكتر من 100 جنيه. يعني أنا اشتريت الكتاب ده من المعرض كان أكتر من 100 جنيه سعره، إنما الكتاب يستحق. فمهم جدا إن إحنا نشوف، هو مش كل حاجة في الكتاب جديدة على الناس اللي معايا الوقت، ومش كل حاجة جديدة عليا أنا، إنما في حاجات جديدة وفي حاجات مهمة، فبنقرأ مع بعض بنشوف. في الاخر بعد ما قريت ال 16 عباره دول معناها ايه؟ معناها ايه يا هدى؟ استقر في وجدانك وفي نفسك ايه يا محمد؟ ها؟ التطوير على المستوى الاكاديمي، التطوير على المستوى الذاتي، الثقه بالنفس، ادراك ما هو جديد، تطوير على مستوى المعلومات في العلوم العامه وفي غيرها، الاهتمام بالاخر اللي هو معاك، التلميذ، الطالب، المتدرب، ها؟ تدفعه، تعززه، كل الكلام ده هي منظومة واضحة جدا ترتبط أشياء بيك وبالآخرين وفي الاثنين. هل أنت بتحترم نفسك؟ بتحترم الآخرين؟ بتحترم ما تقدمه؟ ولا أنت شغال تاجر شنطة يعني
قريت كلمتين وبتقولهم للناس. الكلام ده مهم جدا. وهو كذلك انت جميل ورائع. فالاسئله اللي احنا قلناها دي يا جماعه بتشوف بيها كفاءه المدرب والمعلم. ايه رايكم في الكلام ده يا سلمى؟ ايه رايك يا سلمى؟ الكلام ده مهم مش كده ولا ايه؟ 16 سؤال لتطور المدرب والمعلم. احنا قلنا هو بادئ بقى من المبتدئ الى ان اصبح خبير في مجال التدريب او في مجال التدريب. مهم جدا. محمد بيقول لا بد وان نستمر في التطوير والبحث عن البدائل التي تحسن من الاداء. الله رائع. وهدى بتقول ده مهم جدا جدا جدا. شوفي بقى يا هدى عشان تعرفوا احنا ممكن نقف على صفحة 3 ونخلص المحاضرة. امال ايه، كل صفحة ده فيها كلام وحواديت وحكايات وحاجات جميلة جدا، صح يا نسيمة؟ اهم صفات المدرب المعلم الفعال. لما سألوا عشرات المدربين عن اهم صفات المدرب او المعلم الفعال، عملوا احصاء، طلعوا بصفات كتيرة جدا، وبعدين اليكم نسبة الذين ذكروا كل صفة. ايه بقى هذه الصفات؟ ايه الصفات التي يجب ان يمتلكها المدرب الفعال؟ فقالوا هنا ايه؟ التفرغ، صح؟ 85% كده. الحماس 70%، الأمانة 70%، مهارات الاتصال 60%، اللطف والأدب 60%، الإبداع 60%، الاستماع 60%، القدرة على الإقناع 60%، حسن المظهر 60%، الاهتمام بالآخرين 60%، الحيوية 50%، الاستعداد 50%، النظام 50%، مراعاة الأفراد 50%، القدرة على التقييم 40%، ال إيه دي بقى؟ الحكمة اللي قبلها إيه دي؟ اللي فيكم يقرأ نمرة 16 دي؟ المرونة، صح يا سما شطور، المرونة، ها؟ والعبرة على سما، المرونة 40%، الحكمة 40%، التنويع 40%، الصبر، يا صبر يا صبر، الصبر على القراية، الصبر على الكلام الصغير، الصبر 40%، حساسية المشاعر 30%. شفت بقى ازاي؟ فلما تيجي بقى ايه تعمل فوكس كده يا سما، انت ومحمد وهدى ونسيمة وسلمى وحبيبنا بتاع الشبكات والشيماء، وتبص كده الله، تفرغ، انه يبقى متفرغ لعمله. مثلا يعني اذا كانت هي التفرغ، معرفش هي التفرغ ولا التفرغ، والحماسه مظلومه بتقييمها. والله شوف يا سما، مش المقصود مظلومه، هو سأل عشرات المدربين. اللي تلفت انتباهك قوي حته انه يبقى مدرس او مدرب وحساسيه المشاعر 30%. هي حساسيه المشاعر مش مطلوبه قوي في بيئه التدريب وبيئه التدريس، ها؟ عارفه يا سما، عارفه يا سما، يا محمد، عارف لما سألت السؤال ده بتاع حساسية المشاعر في التعامل مع المراهقين في محاضرة وأنا في ستوكهولم مع مدرسين سويد، لقيت قضية المشاعر عندهم لا علاقة ليها نهائي بتكوينهم. أنا بديكوا اللغز بقى، أنا بقول لك ليه هي هنا خدت 30%، وبديكوا أنا الإجابة من عندي، أنا اللي بديك الإجابة. وهي ما كانتش مفاجأة ليا، لأن أنا عارف إن الناس دي كده. الناس دي ما له وما المشاعر، وما له وما
اتعامل مع المراهق ازاي؟ راجل جاي دارس رياضيات ولا انجليزي ولا بتاع، يؤدي مهمته ملوش دعوه، حد بص في الساعه بتاعته مع السلامه. محمد قال لك هنا عكسنا تمام. فيا سما يا طيبه يا اميره، المدربين اللي اتسالوا دول مدربين اجانب. فلو انا راجل بقى سامحوني يعني اهطل وباخد الكلام ده يا هدى على علته كده، اقول لك اه الدراسات قالت والعلوم قالت. لا يا حبيبي، تعال اسال مدربين عندنا في واقعنا وفي عالمنا العربي وعالمنا الاسلامي، هتلاقي حساسيات المشاعر هتاخد درجة اعلى بكتير من 30%. شفتوا بقى الفرق بين لما نيجي ندرس احنا الكلام ده مع بعض، وبعدين انا اعمل فوق واعمل اسقاط عليه واقول لكم ليه، ايه المغزى ان دي طالعه كده. ايوه شوف، حتى الصبر واخد كام عندهم؟ 40، والتنويع 40، والحكمه 40. ملاحظه كده يا سما؟ فكلام سما صح مش كده يا نسيمه؟ اه نسيمه بتقول لك اهو، يا ابا عمير ماذا فعل النغير؟ الحب، الاحترام، التقدير، الحنو، المسح على رأس الطفل الصغير، هذه كلها أمور. عشان كده أنا بدأت كلامي بالمدخل النبوي في التربية، عشان عارف إن الكتاب ده رغم إنه كتاب تأليف مين؟ ده تأليف علم وقدوة وأستاذ في كلية الهندسة طارق سويدان. بس طارق سويدان هو بيألف ده، الفريق اللي معاه بيترجم، فما بيترجم بيجيبوا الجديد في مجال التدريب اللي في العالم الغربي. فالناس اللي بتدرب في العالم الغربي في الكتب اللي بتتكلم عن التدريب، ما علينا إلا إحنا فريق طارق سويدان اللي شغال معاه، اللي الصف الكبير ده اللي بيترجم وبيعمل وبيبوب وبتاع. وطارق مش قاعد بيعمل كل حاجة بإيده يعني، ها؟ لا، فحطوا النسب دي. فالنسب دي لما جت قراتها، لما قراها محمد بوديد، ولما قراتها نسيمة، ولما قراها صلاح، ولما قراتها سما، لا 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 الكلام ده ايه ده؟ ده اهو سما قالت اختلاف الثقافات والمجتمع لازم يتقال هنا. عندما سئل عشرات من المدربين الاجانب في المجتمع الغربي عن اهم صفات المدرب او المعلم الفعال، ذكروا صفات منها كذا وكذا، ولازم احط العينه دي كانت مين. انما لما اجي اقرا ده كده خلاص، يبقى المدربين قالوا كده، بلا حساسيه مشاعر، بلا بتاع، سيبك منهم، بلا كلام فاضي، ده العلم بيقول. لا يا حبيبي، لا 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 يا بابا، لا مش كده يا هدى؟ ايوه، مهم ان احنا نعرف العناصر دي، احنا بقى نحط النسب اللي احنا عايزينها، صح؟ الحساسية، المشاعر، الصبر، التنويع، الحكمة، المرونة، القدرة على التقييم، مراعاة الأفراد، النظام، الاستعداد، الحيوية، الاهتمام بالآخرين، حسن المظهر، القدرة على الإقناع، الاستماع، الإبداع، اللطف والأدب، مهارات الاتصال، الأمانة، الحماسة، التقرب. طبعا اللطف والأدب دي لازم عندهم حاجة يعني مهمة، اللطف والأدب مع الجمهور لازم تبقى مؤدب ولطيف، ها؟ كده ولا إيه؟ طيب كلام كويس أوي أوي أوي، حد كده زي الفل. اه تفرق إيه عن حساسية المشاعر؟ والله والله كلامك كويس يا سام. ايه الفرق بين اللطف؟ لا، اللطف عند المجتمع الغربي اللي هي فيها ايه، عارفه بيسموها ايه، الاتيكيت، يعني فنون الاتيكيت، فنون الاتيكيت. اما الفيلينج المشاعر، انك ممكن واحد يجي يقول حاجه فتعيطي مثلا، تنفعلي معاه وتبكي متاثره، ها؟ لا، يقول لك ما تعيطش، عيط ليه؟ عيطش. ففي فرق، في فرق مش كبير قوي، بس هو في فرق، في فرق عند الآخر. أما عندك أنت فمش فارقة، هي الحساسية والمشاعر الاثنين زي بعض، بيدخلوا مع اللطف، بيدخلوا مع الآداب العامة، بيدخلوا مع ده. طيب هنا بقى ما زلنا في كفاءة المدرب أو المعلم. خد بالك يا سلمى، لو انا براجع على الحلقات بتاعتنا لحد ما وصلنا للحلقه 94، هنلاقي المحاور دي في حلقات كتيره جدا انا اتكلمت عنها. اه وبالتالي مهم قوي ان احنا واحنا ماشيين ناخد الكتاب ده كده من الاي تو زد، اللي فاهمينه فيه واللي مش فاهمينه فيه.
عشان نقول ايه؟ ان طارق سويدان ربنا يحفظه ويديله الصحة ويمتعه هو وفريق العمل اللي معاه ويأجرهم خير. لما عرض الكتاب ده اللي هو متألف بقاله سنتين مثلا او مترجم وألف واشتغلوا عليه، يعني لانه هو راجل عنده مركز تدريب او فريق تدريب وناس بتشتغل وعندهم خبرات جميلة. فالناس دي لما نيجي احنا نعرض ده بقى عندنا احنا بهذا الاسلوب في حلقات نحو التميز، ويجي اي معلم او اي مدرب يسمع ده ويقراه ويقول لك خلاص كاننا كنا نراجع هذا الكتاب مع بعض، بنعمل مدارسة قراءة في كتاب التدريس والتفكير التدريب والتدريس الابداعي. ماشي يا نسيمة، منورانا يا نسيمة انت وبقية المجموعة الجميلة الذي يعني شرفنا بهم اليوم. طيب بيقول ايه بقى هنا في افضل مبادئ تدريب تعلمتها المدرب؟ واحد، افضل مبادئ دع الجمهور يشارك ويعبر عن رأيه ويكتب ما تعلم. عشان كده تلاحظوا في حلقات كتيرة كنت دايما اسأل حضراتكم استفدنا ايه من ده، تعلمنا ايه، مين يلخص لي المحاضرة، مين يقول احنا كده، واحنا اونلاين، احنا عن بعد يا محمد، فما بالك لما نبقى في بيئة صفية فيس تو فيس، وجها لوجه يا هدى. بسط المادة واعرض المادة الدسمة في الصباح، الصبح بدري يعني. لو عندك حاجة صعبة اعرضها في الساعات الأولانية لو أنت في التدريب. ما تأجلهاليش لبعد الظهر والناس جعانة واللي قاعد يفكر يا ترى هناكل البتاع ده هيطبخوا إيه؟ عاملين كسكسي ولا عاملين إيه؟ يا ترى اللي جعان عاملين محشي ولا عاملين كفته، ولا المتدربين جعانين، ولا ملوخيه بالارانب، او نسيمه بتكلمي عن مصر يعني. ماشي يا نسيمه. فبسط الماده واعرض الماده الدسمه في الصباح. ايوه، تكلم بلطف يا سما، تكلم بلطف ونادهم باسمائهم وأظهر احتراما واضحا لهم. شفت بقى ازاي؟ مهم اهو، مركزة يا هدى مش كده؟ ربنا يبارك فيك. يبقى واحد، أخلي الناس تشارك، أبسط المادة، أتكلم بلطف معاهم وبأسمائهم، عشان كده الأسامي مهمة جدا، عشان كده تلاقوني كتير يا عيني في ناس بتيجي تدخل معانا ما بيعرفش يدخل، فبيقوم كاتب أي رقم كده زي رقم اتنين، ما يكتبش اسمه. فأنا ببقى وانا عمال متفاعل معاكم هقعد اقول ايه؟ زي مسرحيه تخاريف محمد صبحي وهو بينده على ابن الشعب بيقول له يا رائع يا 592، يعني ده ايه 5092 من الشعب يعني ولا ايه؟ انطق يا ابن الشعب انت في قلبي، لو شققت عن قلبي لوجدتك تجلس في البطين الايمن ولا في الاذين الايسر، واعلم انك في قلبي، بس هل ترغب في حكمي؟ انظر الي فان في نظرك الي معنى كبير، بص لي وانا بسالك عشان انت في قلبي، بس جاوب هل ترضى عن حكمي؟ كده يعني. فهنا وهو بينده على 500 ربنا يبارك فيكم. وهو بينده عليه ف بينده عليه طبعا ومنتظر منه اجابه مقصوده، انما هو المفروض يخليه هو يقول رايه. فالتاني طبعا لما قال رايه مخالف التاني انزعج، قال له ما تيجي هات تحكم مكاني يا هلا، ما تيجي هات اقعد. قال له شكرا يا ريس مشكرين. قال له ما هي اصليه كل واحد رشش له شويه ميه قدام القصر ومعدي، يتفضل يحكم يتفضل يحكم. اديك الميكروفون انا بسهوله كده، ما ينفعش الكلام. طيب تكلم بلطف ونادهم باسمائهم واظهر احتراما واضحا لهم. حلو قوي. قسمهم لمجموعات، قسمهم الى مجموعات عمل، واديهم تمرين ثم فتره نقاش ثم خلي كل فريق يقدم تقرير بشكل عمل. يعني احنا خدوا بالكم الغرفه دي لو فيها وقت طويل وبنقضي وقت تدريبي سهل جدا ان احنا نقول يلا راحه، يلا يا سلمى اعطي راحه نص ساعه،
يلا يا مجموعة، كل واحد يشتغل العمل الفردي لكل بيت، كل واحد يعمل لي البيت الدائري، استراتيجية البيت الدائري، كل واحد يعمل لي استراتيجية خريطة العقل، كل واحد مني يعمل لي كده ويجهزها ويبعت الصورة فورا يرفعها على الغرفة مثلا. يعني لو بنفترض ده، بس ده مش موجود، ولهذا العبء تلاقوه في غالبه يقع على المحاضر. بنلاحظ ده في التعليم الإلكتروني، إلا إذا المحاضر قال يا محمد أنت وهدى ونسيمة وسلمى مجموعة هتعملوا الموضوع الفلاني، اتفضلوا خلال اليومين اللي فاضلين تجاوبوا مع بعض وابعتوا بعض على الفيس، وبعدين ابعتوا لي التمرين اللي مطلوب منكم أو الخريطة أو كذا. يبقى إحنا بنشتغل كفريق عمل، تيم ورك جميل، متعاون، متفاهم، وفي نفس الوقت يبقى الناس حريصة إنها تبقى موجودة في المحاضرة مع بعض. كل الكلام ده والله في ذهني، بس طبعا انا لا املك ان انتوا تبقوا متواجدين في غرفه كلكم مع بعض في هذا اليوم. وبالتالي طبعا يا سما، المفروض في انشطه زي دي. احنا كان عندنا الويب كويست، الرحلات المعرفيه، ودينا للناس خرائط انشاء رحله معرفيه جميله في اي موضوع تختاريه، وكان عندنا يا هدى البيت الدائري، استراتيجيه البيت الدائري، وعملنا تطبيق عليها في دروس، وحطينا دروس للناس، وقلنا للناس اعملوا زي كده، واختاروا قضايا في المجالات المختلفة في العلوم المختلفة، وابدأوا ابعتوا وحطوا هذه الأنشطة وإلى آخره. كل الكلام ده مهم، ولكن طبعا يعني خلونا نعود مرة أخرى إلى المبادئ التدريب التي تعلمناها. إذا الجمهور لازم يعبر عن رأيه، تبسيط المادة أمر مهم وواجب من المدرب، الحديث بلطف أمر مهم، تقسيم لمجموعات وتوزيع المادة أمر مهم، المرونة واستعمال تمارين حيوية ومفيدة فيها حركة جسدية. في ناس بتقف على فكرة يا محمد، أنا عارف والله إن أنتوا عند حسن ظني، وعارف إن أنتوا هتطبقوا، وعارف إن ده بينعكس على أدائكم، وببقى سعيد جدا لما ألاقي الناس بتتجاوب، وبشكر هدى ربنا يحفظها يا رب ويسلمها من كل مكروه لما اديتها الموديل بتاع قواعد وضوابط البيت الدائري، راحت بعتهولي على طول معرب في اليوم الثاني بالرسمة الجميلة اللي تفضلت وبعتتها لي. خلينا نشوف كده هنا الرسمة، أحطها لحضراتكم بالمرة يعني. أيوه اه اهي اهي يا في صلاح، اهي كويسة. ممكن بند من البنود اللي فيها ترجمة في شوية عايز، انما انت موصلة المعنى كله بوضوح. شوفوا كده يا شباب، دي النسخة العربية. بيقول له يا مدرس، يا محمد، يا بوديس، يا هدى، يا صلاح، يا سما، يا نمبر 2، يا شيماء، يا كل من معي، لما تيجي تستخدم استراتيجية البيت الدائري. طبعا نسيمة هتقول هي ايه استراتيجية البيت الدائري، لازم ترجع للمحاضرة يا نسيمة اللي احنا عملناها رقم 91 او 92، مش فاكر رقمها ايه، بنتكلم عنها وبعدين عملنا التطبيقات. بيقول خلي بالك تستخدم ورقة وورقة العمل اللي الأستاذ هيديها لك، ورقة العمل، ورقة يعني هيديها لك عشان تبدأ تشتغل عليها. خلي بالك يبقى معاك أقلام رصاص، كبر الرسوم وحط خطوط، ها، استخدم الألوان الثابتة عشان وأنت بترسم، اعمل عملية تصحيح نهائي لما تقوم بعمله، استخدم ألوان مناسبة، حلو، افرض انا محتاج اكبر قطاع، يبقى كبره، تكبير القطاع الدائري. عشان كده بقول لك لو انت محتاج تكبر قطاع اعمله على الورقة بره وبعدين ارجع حطه في مكانه. خطوات، وخدوا بالك البتاع اللي شبه الفيونكة اللي في النص او شبه الشعرة الملوية دي اللي بتحط فيها العناوين، العنوان الرئيسي هنا وبعدين العنوان الفرعي ممكن في الجنب هنا، بتقسمها الى جزئين في الدائرة نفسها، فده مهم جدا.
إن أنت تراعيه بشكل أو بآخر. خلاص؟ فربنا يبارك فيك. نرجع تاني للحلقة بتاعتي، نرجع تاني، ده بس من باب التجديد ومن باب إثارة الهمة، وبعدين بعرفكم إن الناس بتشتغل، بيطلب منها حاجة بتشتغل، ربنا يجازيها خير وبارك فيه. فهنا من مبادئ التدريب أحبائي الكرام أن ندع الجمهور يعبر عن رأيه، تبسيط المادة، الحديث بلطف والمناداة بالأسماء، تقسيم للمجموعات، المرونة، التحمس للموضوع الذي أطرحه، وأن أتحرك بينهم باستمرار. شفت بقى إزاي؟ أتحرك بينهم باستمرار. دي مبادئ مهمة جدا جدا جدا، أظن إن أنتم مش محتاجين إن إحنا يعني لو أنا بدرب أعمل إيه؟ خلي الناس تقول رأيها. بسط المعنى، كلمهم بلطف، شوف كلها حاجات متاخده من خصائص المدرب او المدرس المتميز، صح يا سما؟ تقسيمهم لمجموعات واعطائهم تمرينات، المرونه واستعمال الحيويه، حركات الجسم، قوم وقفوا، سقفوا، وقفوا، اتحركوا، اعملوا التمرين ده، ارفعوا ايديكم، نزلوا ايديكم، تمرين زي تمارين الصباح كده. خليك متحمس دايما للموضوع بتاعك وانت تعرض لهذا الموضوع. لا طبعا محسوبه يا سما، لا لا لا، هم نفسهم يتحركوا مش انت اللي تتحركي، هم يقفوا، ما تحس كده انهم متضايقين وبتاع، خليهم يقفوا، سيبهم يقفوا، ياخدوا نفس، يعملوا كده، حاجات دي جميله جدا. اخر حاجه عندنا هنا في قضيه الافتتاح، كل الكلام ده في الافتتاح، خدوا بالكم. دي قوانين بايك للتدريب المتقدم، بوب بايك استاذ مدربين في امريكا، الراجل ده حاطط مجموعه قوانين بيقول فيها، بيقول ايه؟ ربنا يخليك يا نسيم، بيقول فيها البالغون هم اطفال ولكن باجسام كبيره. يعني الكبار بيحبوا اللعب زي الصغيرين، في واحد ياخد عياله ويروح الملاهي، الواد يقول له بابا انا خايف اركب المرجيحة عشان انا بخاف، يقول له حبيبي خليك انت حبيبي، انا اركب انا، ويقعد الواد طول الوقت قاعد يتفرج على ابوه وهو بيتمرجح او امه وهي بتتمرجح. طب هما راحوا المراجيح ليه؟ عشان ابوه وامه يتمرجح وهو قاعد يتفرج عليهم. في عيال كده بتخاف. فهنا الكبار يحبون اللعب مثل الصغار، ويمكن استغلال اللعب لتعليمه. الأفراد لا يناقشون المعلومات النابعة منهم، حاول أن تجعل المشاركين يقولوا ما تريد أن تقوله أنت، وعندها لن يعترضوا. تتناسب الاستجابة للتعليم مع ما تملكه من وسائل المرح، كلما كان جو التعليم والتدريب مرحا زادت استجابة الحضور للتعليم وتفاعلوا معه. طبعا احنا ما عندناش اي اليات للمرح نقدمها في المحاضرات بتاعتنا، فالناس بتبقى متضايقه وزعلانه وبتقول لك الراجل ده عمال يقول لنا ايه؟ ها؟ ما مش عارفين حاجه. يلا هي خلاص ساعه ونخلص. خلاص؟ لا يتم التعليم الا بعد تغيير السلوك. التعليم ليس ايصال معلومات فقط، ولكنه في الحقيقة تغيير للسلوك والقناعات، فلا يتم التعليم إلا إذا تحول لواقع وممارسة. شفت بقى إزاي يا سما؟ لا يتم التعليم إلا بعد تغيير السلوك. ما يعرفه الوالدان يعرفه الأبناء، أي إذا تعلم المسؤولون وطبقوا ما تعلموه فسينتقل إلى الموظفين، بل سينتقل حتى إلى أسرهم. شفت إزاي يا نسيمة؟ ربنا يبارك فيك يا رب وكرم. يبقى هنا قوانين فايت للتدريب، الراجل ده أستاذ مدرب بيقول خلي بالك البالغ ده عيل صغير، فعامله على إنه طفل يعني بيحب يلعب، فخليهم يلعبوا لعب تربوي يعني. الناس ما بتناقش المعلومات اللي خارجه منها، ممكن تخليهم يقولوا اللي انت عايز تقوله وعندها لن يعترض.
استخدم وسائل مرح، لا يتم التعليم إلا بعد تغير السلوك، مش كده ولا إيه؟ صح؟ مش لا يتم التعليم إلا بعد تغير السلوك يا دكتور ولي؟ والله العظيم رئيس القسم الجميل. قوانين بايك للتدريب المتقدم في المحاضرة أونلاين، وإنت معانا الآن أونلاين، فتقول للناس إيه؟ آه والله العظيم بجد، في أول قانون يا دكتور ولي بيقول البالغون هم أطفال ولكن بأجسام كبيرة، بيحبوا يلعبوا زي صغيرين، فلازم تستغل حبهم للعب عشان تعلمهم. قول يا دكتور، والله سامعينك الناس أهو، يلا. قول، لا والله علق، يلا. القاعدة الثانية، آه والله مسموع، أنت صوتك واصل اليوم. القاعدة الثانية بيقول إيه؟ تتناسب الاستجابة للتعليم مع ما تملكه أنت كمعلم من وسائل المرح، يعني اللي هي البيئة المرحة يعني. طبعا بلا شك طبعا يا دكتور، ان عمليه المرح في التعليم اساس لنجاح المعلم. نعم. الجميل ان احنا كنا طلبه في المدارس، نعم. كنا بنبحث عن معلمين لانهم يدخلوا لنا في الاختيار. الله عليك، الله عليك. كان بيمضي بين الطرفه وبين المعلومه. نعم. يقدر يديلك المعلومه كده وانت بتضحك ومبسوط الله، وعندك الله، انبساط يديلك المعلومه. جميل. وبالمناسبه بقى، بالمناسبه طب فاكر في المجال ده طب استاذ الدكتور صلاح الدين علام ايوه في جامعه الازهر. حبيبنا الدكتور صلاح علام. هذا الرجل يمتلك مهاره توصيل المعلومه من اكثر الطرق الى المتعلم. صحيح. ايوه. الاحصاء وكانت ماده غريبه بالنسبه لك كصعب ادبي. كان 10 دقائق مضحكك يديك معلومه في الدقيقتين ما تقدرش تستوعبها في نص ساعه من غير. ده صح، ودي ميزه صلاح علام. فانا كنت انا بشهد شهاده لهذا الرجل فعلا، انه بيجمع بين الفرصه والمعلومه وبيقدر يوصلها من اقصر الطرق. ربنا يبارك فيك. آخر تعليق بقى، لا يتم التعليم إلا بعد تغيير السلوك، يعني التعليم مش توصيل معلومة ولكن تطبيق المعلومة. طبعا بالمؤكد، طبعا طبعا، هو التعليم مرتبط بالحياة وواقع الحياة، ويمكن احنا دايما بننادي بنقول يا اخواننا لا بد ان احنا ما نعملش فجوة بين النظرية وبين التطبيق. ما يدرس المتعلم داخل الصف يجب ان يراه في الواقع الذي يعيش. جميل ورائع وممتاز. شفت انت نورتنا ازاي النهارده في غرفة نحو التميز المعلم، والناس سامعينك. اه والله الناس سامعينك من مصر وخارج مصر وبيحيوك اهو، والحلقة دي اما هتترفع هبعتها لك وبيحيوك اهو، فعلا بعت لك تحية جميلة ونورتنا. استاذ دكتور والي عبد الرحمن، اخي وحبيبي ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، نشكرك للمداخلة الجميلة. فاضل لك معايا بمناسبة عيد الأم 5 دقايق، وهتصل عليك على طول. أنا فاضل لي 5 دقايق في الحلقة يعني، فأخلص وأكلمك، ما تنامش. ماشي، ربنا يخليك، ربنا يكرمك دكتور وائل. الله يسلمك، الله يحفظك يا رب. اتفضل يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. الله يسلمك. ايه رايكم في المشاركات الجميله دي؟ مش كويس؟ ربنا يبارك فيكم يا رب ويكرمكم. روح جميله، ودكتور والي، والي وليس وائل، ربنا يبارك فيك. فاخر قاعده، اخر قاعده، ما يعرفه الوالدان يعرفه الابناء. لاحظتوا الدكتور والي قال ايه؟ قال ونحن صغار اطفال كان يلجأ المعلم إلى الطرفة وإلى المعلومة فكانت تبقى في أذهاننا. وبالتالي هنا المهم يا هدى في هذا الأمر، إنه تأثير المعلم على سلوك الأطفال، تأثير المعلم على وجدان الطفل يبقى أكثر من تأثير أستاذ الجامعة في سلوك العناصر اللي هي الكبيرة، يعني الكبار في السن. هذا أمر مهم جدا للغاية أحبائي الكرام. إذن من المهم أن نراعي تلك القواعد، من المهم أن نقف عندها، من المهم أن نحسن
يحسن توظيفها. أحبائي الكرام، في بيئة التعليم وبيئة التعلم وبيئة التدريب. ومن هنا وأنا أختم بهذه المحاور التي كنت دائما أبدأ بها حلقاتي، خلي بالك نحن نتذكر من 10 إلى 15% مما نقرأ، ومن 13 إلى 20 مما نسمع، ومن 25 إلى 35 مما نراه، ومن 50 إلى 75 مما نسمع ونراه، ومن 60 إلى 80 مما نقوله، ومن 85 إلى 90 يا سما أنت وسلمى ونسيمة وهدى ومحمد مما نقول ونفعل. ولهذا قانون كونفوشيوس اللي هو الصيني اللي قال قل لي وسوف أنسى، أرني ولعلي أتذكر، أشركني وسوف أفهم. 451 قبل الميلاد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شفت بقى إزاي؟ صدق الله العظيم. أنا هقف هكتفي عند صد 6 أو صد 18، يعني هذه الصفحة في كفاءة المدرب والمعلم، هنقف عند هذه الجزئية، وأديكوا فرصة كل واحد يسجل خاطرة فيما استفادوا في لقاء اليوم بشكل سريع جدا في أقل من دقيقة. كل واحد في حضراتكم يكتب ما الذي استفاده، ما الذي استوقفه، ما أهم الأمور التي استقرت في عقله أو في نفسه أو في وجدانه بشكل سريع يعني. تفضل. أنا في انتظار الاستجابات. يجب تحضير الدهودة، يجب تحضير الدرس ولو كان معاد. جميل، حلوة دي. نسيمة، صورة نسيمة، أستاذة سلمى، أستاذة سما، يعني مش لازم أكتب كتير يعني، حاجة كده من سما، مراحل المدرب والفرق بين كل مرحلة. بس أنا عندي سؤال، هو ينفع حد يمر بالمراحل دي كلها في شهر تدريب؟ لا، ما ينفعش. لا. يعني يبقى حاجة نادرة جدا، حاجة يعني كده هو اتخلق عشان يبقى مدرب. محمد، التعلم والتدرب والتدريب والتطوير الذاتي تجعل من المعلم دوما يتميز ويتجه قدما نحو الاحتراف وإنشاء أفراد متعلمين بشكل جيد ومفيد للمجتمع. سلمى، أحاول إثارة الإبداع عند المتعلم. الله عليك يا سلمى، جميل. نسيمة، كتبت يا نسيمة؟ هدى، آلة استخدام الرسوم والصور هام جدا في عملية التعليم. سما بتقول أصلا حصلت معايا عشان كده مستغربة، يعني انت عديتي وعبرتي يا سما في الشهر، وصلتي إلى مدرب خبير في شهر. خلاص نبارك لك، إذا كنت عملتي كده يبقى أنا يعني أنا والمجموعة وكل الناس نديكي ألف تحية. جميل أن تأتي المعلومة التي أريدها على لسان طلابي، جميل. ما انا بقول برضه ماشي يا سام، ماشي يا سام، اوعى هتخليني اغير رايي تاني واحطك في المراهق. ايوه احطك في المراهق على طول. ايوه على طول.
لا ما هو شوفي، الوصول للخبير عايز وقت، عايز خبرة، عايز قدرة. انت اللي بتعملي برنامجك بنفسك، وانت اللي بتطبقيه، وانت اللي بتعدي الادوات وبتعملي التقويم وبتحطي كده. ولا لا يعني مسألة، انا ما بقدرش اقول على نفسي ان انا وصلت لهذا الامر ابدا. يعني هذه الامور في النهاية وما توفيقي الا بالله. ايوه، اما ان انت تبدأي بحماس وبقدرة وتشتغلي وتنتقلي مرحلة الخوف والقلق الى الثقة بالنفس، كل دي أمور عادية جدا في إطار التدريب نفسه. يجب أن أقرأ كثير في مجال تخصصي. لا أبدا يا نسيمة، كنا ننتظر مشاركتك، يعني تعليقك على ما الذي استفدتيه في الإطار العام في الحوار. ربنا لا دي جميلة إن أنت تجيبي أنشطة وحاجات ما اتعملتش قبل كده، ده كلام جميل، إبداع يعني، ومعلومات جديدة وحاجات من كده، ودخلي حاجات فيها طرق في تجذيب المشاركين معك. ربنا يحفظك وينفع بيك. طيب انتوا شايفين ان استعراض كتاب التدريب والتدريس الابداعي مهم، مش كده؟ اكتر من 200 طريقة ونصيحة وتمرين الابداع في التدريب والتدريس مهم، واختيارنا ليه مهم وموفق، مش كده؟ حلو جدا الكتاب ده. دي شهاده من خبيره، هي من سما. انت جبتي. طيب ماشي يا سما، الف مبروك. ماشي، بس ده ملخص مش كل الكتاب. لا يجب ضخ المعلومات بكثافه. ممتازه يا نسيم. هدى، قراءه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله انا انتظرت حد فيكم يقول كده. ده يا جماعه، ده انا خدت نص ساعه في الحلقه اتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه، كله قاعد شغال لي على القواعد بتاع التدريب ونسى الكلام اللي قدمنا ليه، وكلام مقصود ومهم. عموما أحبائي الكرام، بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم إلى كل خير. سلمى، أتمنى إن شاء الله أن ترفع الحلقة غدا، لا حديث عن اعتذارات، وأعلم أنك مبادرة ورائعة ومتميزة. لا أريد أن تبقى الحلقة 3 أيام تبحث، لا يوجد هناك مونتاج في الحلقة، والحمد لله بدأناها بخير وهمة وننهيها بهمة. معكم شاكرا لسلمى المسالمة الطيبة المتميزة التي بقيت معنا عبر أعوام في نحو التميز للمعلم وغيرها من اللقاءات، وشكرا لفريق العمل، وشكرا لكل من شارك معي اليوم. أحبائي لكم مني كل التحية، أسألكم الدعاء، نلتقي على خير بإذن الله تعالى. أستودعكم الله في أمان الله، دائما على خير. تحياتي لكم أحبائي، تحياتي لأهل الجزائر يا نسيمة، تحياتي لأهل تونس، تحياتي لأهل مصر، تحياتي لكل من يشارك معي في كل حلقة. في أمان الله، أستودعكم الله، نلتقي على خير بإذن الله تعالى غدا مع دروس وعبر تربوية، وبعد غد مع نحو التميز، والخميس أيضا مع نحو التميز إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.